من هذا المكان الجميل والإطلالة الساحرة، نستعرض لكم اليوم شقة 3 غرف صالة في منطقة أكتشابات يلدزلي. خليكم معنا. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. حاليا أنا متواجد أمام البناية، الشقة اللي بنصورها في الباية اللي خلفي. موجود في المجمع جلسات عائلية، ألعاب أطفال، بالإضافة إلى مواقف خاصة بالمواصلات، وأيضا مساحات خضراء، إطلالات حلوة على الطبيعة وعلى البحر. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة على أرض الواقع. وصلنا الشقة، الشقة 3 غرف صالة، مساحتها 135 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. المنطقة اللي أنا فيها منطقة كوريدور، يسارا نقدر نحط هنا منطقة دولاب خاص بالأحذية والعبايات. الشيء المميز أيضا أنه الشقة كلها مركبة فيها ورق جدران. يمين المدخل على طول عندنا المطبخ. صاحب الشقة غير كل شيء في الشقة، ركب دواليب، ركب السيراميك، كل شيء مغير في البيت، جديد صفر. من المطبخ عندنا مخرج البلكونة. الشقة هذه لها بلكونة وحيدة إطلالتها على البحر. بالإضافة إلى أنه موجود فيها زجاج الشرائح. نكمل مع بعض نشوف تفاصيل باقي الشقة. نطلع من المطبخ، بجوار المطبخ عندنا الصالة. كمساحة الصالة تقريبا أقدر أقول 30 متر مربع، زي ما انتم شايفين برضو مركب ورق جدران، بالإضافة إلى إطلالة الصالة إطلالة بحرية، شيء جميل. وايضا الشيء الاضافي ايضا انه الباركيهات اللي موجوده في الشقه كلها برضو مغيره باركيه جديد. نكمل مع بعض، نطلع من الصاله نشوف تفاصيل باقي الشقه. طلعنا من الصاله نشوف هنا يسارا على طول دوره المياه الرئيسيه التابعه للشقه، حتى الادوات الصحيه زي ما انتم شايفين كل شيء جديد. السيراميك الموجود في دورة المياه، المروش، الكلوزيت، كله مغير جديد. عندنا المنطقة هذه منطقة الكوريدور. نيجي هنا يسارنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، لها دورة مياه خاصة فيها، يعني الشقة هذه لها دورتين مياه، دورة مياه متكاملة. ما ننسى أيضا أنه موجود فيها تمديدات المكيف في غرفة النوم وفي الصالة أيضا. نيجي بجوار غرفة النوم عندنا الغرفة الثانية. مساحة الغرفة نقدر نقول نقدر نحط فيها سريرين، ومكان هنا دولاب خاص وإطلالتها على الطبيعة. بجوار الغرفة الثانية عندنا الغرفة الثالثة. هذه الغرفة أيضا حاطين فيها سريرين فردية وإطلالتها على البحر أيضا، ونقدر نحط هنا دولاب خاص بهذه الغرفة. أديناكم تفاصيل كاملة شقة 3 غرف صالة بمساحة 135 متر مربع. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.